السلام عليكم، اسمي محمد امين وانا طالب طب سنه ثالثه بدرس طب جامعه الصين الطبيه. اذا هي اول مره بتشوف فيديوهاتي فلا تنسى تشترك بالقناه وتفعل زر التنبيهات مشان يوصلك كل جديد. اليوم حبيت اعمل فيديو اخذكم معي بالجامعه نتمشى وهيك وورجيكم يوم كامل بحياتي بالجامعه. صباح الخير. مش بدك لك اي زاو شانغ هاو بدينا ني شو زاو شانغ هاو باي باي. قاعد عم تلبس ثياب قبل ما بدها تطلع بالكاميرا. عندنا لابين اليوم وكلاسين كمان بعد الظهر، لاب باثوفيزيولوجي ولاب باثولوجي، وبعدين عندنا بعد الظهر فارماكولوجي وشو باثولوجي. ليكوا على هذا عارف كل العالم ما في منها غير الصين. Hello. هذا مبنى اللابات، ان شاء الله بالربيع بيكون الكامبوس احلى، ولو بدكم صور لكم فيديو هيك جوله بكل الجامعه حطوا لي تحت الكومنت. هاي وصلنا على مبنى اللابات اليوم. هلا اول لاب اللي هو باثوفيزيولوجي، عندنا لاب على الارانب حنشرح ارنب وحيكون التوبيك عن الهايبوكسيا. هلا بنكون خلصنا من الارانب ومن الباثوفيزيولوجي ورايحين على لاب الباثولوجي. بالباثولوجي بس بيورجونا على كمبيوترات، على كمبيوترات شويه سلايدات وهيك، وبيكون مثلا شكل الخلايا وهي مريضه او هي فيها تيومر او فيها مثلا التهابات وهيك. وهلا خلصنا اللابات ورايح على المكتبة. ناس كتير بتسأل انه كيف فيك تقدر تركز بالمحاضرة وتفهم مع الدكتور شو عم يحكي. طريقة فعالة انك تحضر قبل المحاضرة، مثلا لو عندك انت بريك قبل المحاضرة ولا باليوم اللي قبله لو انت فاضي هيك نص ساعة، اقعد شوف التوبيك اللي انتو حتدرسوها بالمرة الجاية وشوف لك عنها فيديو مثلا 10 دقايق ولا هيك باليوتيوب او اقرا عنها بكتاب. صدقني الموضوع كتير فعال، يعني انت بتكون عارف ايش الدكتور شو حيتكلم، فانت يعني بتركز معه، بتستنى شو حيقول، بتصير تحكي معه الكلام، وحتى لو هو حكى شغله من الشغلات انت ما درستها باليوم اللي قبله او هيك شيء، انت بتكون متحمس تعرف شو هو الشيء، وحتى انت ما حتضطر انك تكتب كل كلمه بيحكيها الدكتور فبعدها حتمل وتقرف من كتابه النوتس، انت بس حتكتب الشيء اللي انت ما فهمته، لانك انت حتكون اوريدي فهمان الشيء هذا، اما لو انت رحت بدون تحضير حتكون قاعد وعم تسمع الشيء هذا لاول مره. شوف السيلابلز اللي عطيك اياها الدكتور، حتى لو ما عندك السيلابلز اساله. باي. وانا هلا عندي بريك ساعتين تقريبا بعد اللاب، وبعدين عندي محاضرتين فارماكولوجي وباثولوجي، فجيت على المكتبه وراح احضر المحاضرتين هذول لاني صراحه ما حضرت لهم. جونغو إيكو تاشو دي إي شوي شانغ شتانغ، معناها مطعم. هي فعليا ما معناها مطعم، هي معناها مطعم جامعة الصين الطبية الأول، لأنه في مطعم أول وثاني وثالث ما بعرف كم واحد.
什么是？هذا أسامة كلنا بيجي يعبي رز هي بتحط له الرز وهو بيسحب الصينية. It's a video, guys. خلصنا كل الكلاسات. دي الساعة تقريبا 4:15. شباك ساكت. زي ما لنا نفس. وهلا طلبنا شيء من البريد. و... بريد. إيش كشو دي يقول؟ كوايدي. شو بدي اقول؟ الانترنت طلبنا شيء من النت وهلا رايحين نجيبه. واليوم المساء ان شاء الله معزومين عند الدكتور طاهر رايحين نلعب اكس بوكس. يعني خسركم. والله درسنا يعني اليوم يعني خلص بكفي. هون المكان اللي بنستلم فيه البريد بهاي الخزاين. فيك تفتحها من التليفون يعني اول ما توصل بيبعثوا لك رساله وبالرساله بيكون في زر بتكبسه بيفتح لك. انت اي خزانه اي رقم؟ اوها 5 كيف الوضع معك؟ وضع ممتاز. احكي ما حكيت لنا على الصين ها؟ ما حكيت لنا. والله احلى بلد. تعال شوف الاكل اللي عم نعمله، دجاج ولحمه ورز وكباب وستيكي رايس. وستيكي رايس طلع من جلدنا. ستيكي رايس طلع من جلدنا. بلاد ستيكي رايس اوطاني من داليان الى جوانجو. صغار ملك الفرم الصغير، ملك السلطات، مهارات مهارات سلطاوية قوية. يلا تصبح على خير. يلا السلام عليكم. السلامة. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم. لا تنسوا تشتركوا بالقناة إذا مو مشتركين وتفعلوا زر التنبيهات مشان يوصلكم كل جديد. وبستوري الإنستغرام دائما بنشر يومياتي بالصين وهيك، لو حابين تشوفوها هذا حسابي، حتلاقوه هون وحتلاقوه تحت بالوصف. بنشوفكم إن شاء الله بالفيديو اللي جاي ومع السلامة.